أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المميزة، اخترنا لكم اليوم السيد خالد وليد، مؤسس شركة هوك جنرال تريدينج. أستاذ أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج اليوم. يعني حابين نتعرف السادة المشاهدين على شخصك الكريم. بكل بساطة، شخص أجا لدولة الإمارات بدخول الألفية الجديدة بعام 2000، ومثل أي شاب دخل عنده طموح، بما أنها هي بلد الفرص والطموح، وحبيت أستغل خبرة أهلي والبزنس تبع العائلة عامة، حبيت أستثمر في أرض الإمارات. في البدايات فشلت كثير، حاولت أكثر من مرة، تعرضت لأزمات كثير، بس الحمد لله كان في دعم عن الصعيد الشخصي من العائلة، وتجاوزت كل المحن الحمد لله رب العالمين. طبعا هو الفشل هو دائما الخطوة اللي بتاخذها قبل الانطلاقة السريعة لأي رجل، لأي مسيرة، سواء كانت مهنية أو عملية أو استثمارات، و الأمثلة كثيرة على ذلك. حابين نعرف، حضرتك جيت على دبي بأول الألفية، حابين نعرف متى فتحت الشركة هوك للتجارة؟ والله هي بصراحة هوك هي فتحت بعام 2017، بس سابقا هي طبعا هي هوك بس بغير اسم، بغير حلة، هي حلة جديدة صارت بال 2017. تمام. بال 2017 تغيرت سيستم الشركة، نظرية الشركة كانت نظريتها محلية، اوكي. بطول هالفترة هي اللي هي من 2000 ل 2017 اكتسبت خبرة على الخبرة اللي انا هي اوريدي عندي، وتغير شكل الشركة بحلها، بتفكيرها، بنموها، في كل شيء، وصار الحلم اوسع من السوق المحلي، فصاروا السوق العالمي بالطبع بالاستيراد وإعادة التصدير لدول الخليج. اوكي تمام. استاذي حابين نعرف عن السبب اللي خلاك تختار دبي كبدايه، حضرتك حكيت انها هي ارض الفرص، فحابين نعرف السبب الرئيسي لاختيارك دبي. مثل ما قلت لك بالاول، هي دبي ارض خصبه لكل شخص بيفكر في اي بزنس. في كثير عوامل بتساعده لانه البزنس يكبر معه. اول عامل هو الامان طبعا الموجود في البلد، وسهوله التعامل مع المؤسسات. يعني انت كشخص في بلدك الام لو حاب تفتح شركه حتلاحظ تعقدات كثير. بالطبع ارض السهوله والرفاهيه، السهوله الموجوده في البلد وسهوله التعامل، اوكي، هي اللي بتخليك تستثمر ويكون تركيزك منصب على البزنس حصرا مش على مشاكل البزنس. بالضبط 100%. استاذ خالد، حابين نعرف عن الخدمات والمنتجات اللي تقدمها شركة هوك. شركة هوك بكل اختصار بقول لك هي شركة الحمد لله سريعة النمو. احنا مستوردين لحوم من استراليا، من البرازيل، من سعود افريكا، ايضا مستوردين دجاج، اوكي. عندنا مصادر كثيره، عم نفتح كمان، داخلين هلا على السوق اللي هو السوق روسيا، اوكرانيا، كازاخستان، باكستان، اسواق جديده، اوكي. وهي الاسواق ما في عليها شو بيقولوا له الاضواء، فهذا الشيء بيدعم السوق المحلي ان شاء الله. ان شاء الله. حابين نعرف طبعا بدوله الامارات المنافسه الشديده في كل المجالات بصراحه، ومنافسه شغاله على كل النواحي وعلى جميع الاصعده. حابين نعرف المميز بشركه هوك اللي بيخليها قادرة على التنافس مع جميع هذه الشركات الموجودة في السوق. استغلال أغلاط الشركات أو استغلال أغلاط المنافس.
اوكي هذا اكبر. اذا انت تجاوزت الاغلاط هذه يعني ليك، انا لما فتحت هوك ما جبت معاي كاستمر جديد للبلد، لا هو الكاستمر موجود، فانا اخذت حصص من الشركه. الحصص هي عباره عن سوء معامله للكاستمر من بعض الشركات، لوجيستيك، سهوله بالمعامله، منافسه بالاسعار، طبعا منافسه شريفه اكيد. اوكي في عدة وسائل انك بس تتميز مثل ما بيقول يعني. انا بشوفها هي مش تميز، هي انك تعرف كيف تصطاد او تغتنم الفرصة. هذا الشيء جدا جميل بصراحة، وان شاء الله يعني تكونوا دائما على دائما بصدارة الشركات ان شاء الله موجودة عندنا في السوق ان شاء الله. حابين نعرف كيف ممكن الامن والامان في دولة الامارات العربية المتحدة أن يساعد على استقطاب رجال الأعمال من الخارج؟ هو الأمن والأمان هي صفة أوكي في دولة الإمارات. طبعاً هذا الشيء ما أجى عن عبس، دولة فيها أكثر من 160 جنسية، فيها أكثر من 160 فكر وعادات وتقاليد، وتولف بين هذا المزيج كله كامل أوكي، هذا لوحده انجاز. بالطبع. يعني اليوم لو نحن جينا زغرنا الموضوع اوكي خدناه على الصعيد العائلي، ممكن اخوه اثنين في البيت ما يتفقوا مع بعضهم بالضبط. فكيف انت موفق بين هذه الحضارات وبين هذه الفكر وبين هذا الناس؟ هذا لوحده انجاز، هي وحده. في شق ثاني للامن والامان في البلد. للاسف يعني في دول كثيره، ما حنقول نحن عربية، حنقول دول مثل أمريكا. أنت ما فيك تمشي بعد الساعة، في كتير ولايات ما فيك تمشي بعد الساعة 6 بالليل. صحيح. أوكي. طيب. اليوم في دولة الإمارات في أي وقت، في أي ساعة، في أي لحظة، أنا على الصعيد الشخصي أنا باب بيتي ما بسكر. صحيح. اغلب سكان الامارات اذا ما بنحكي جميعهم يعني 90% من سكان الامارات. دليل على انك انت عايش في دوله مو بس يعني هي تعدت مرحله الامان، في امان وفي الطمانينه. انت هون في الطمانينه، يعني انت لما بتدخل دار عمك في تلاقي في امان، بس ما غير ما بتدخل دار والدك بتحس بالطمانينه. بالتاكيد. طبعا نتاج الأمن والأمان هو نتاج لرؤية الشيوخ الإمارات السديدة. من هذا المنبر نحب نوجه رسالة شكر لجميع شيوخ دولة الإمارات الحبيبة على الرؤية والتوجه الرائع والقيادة الرشيدة لهذا البلد. حبينا توجه رسالة من هذا البرنامج. والله أنا بوجه رسالة هي عبارة عن ثلاث كلمات. بخلال 20 سنة اللي أنا فيها ما حسيت حالي أنا غريب صدقا، وهذا شعور صدقا، شعور نابع من صدق ان شاء الله. بشكر شيوخنا الكرام والحكماء على نظرتهم على رعايتهم. للاسف شفنا كثير دول بالازمه الاخيره اللي صارت في كورونا، دول تخلت عن شعوبها. بالتاكيد. نعم. فما بالك من قائد اوكي حكى كلمه واحده اتوقع وقفت لها رؤساء العالم كلها احتراما. بالضبط. هي لا تشيلون هم. بالضبط. وهذا الكلام وجهه مش وجهه ل ل ل ل لمواطن، هذا وجهه عامة. قيم والمواطن لا حد مسؤول. وجهه للمقيم قبل المواطن. بالضبط. لانه نحن شفنا المواطن بالخط الاول. كان في دفاع عن شهادة تقال. دفاع ايوه دفاع. شهادة تقال الصراحة. اوكي وميزتهم شيوخنا الكرام اداره الازمه ما حسينا بشيء طبعا، حتى مجرد كلمه تعقيم وتطهير وليست كلمه حجر. صح. يعني هي عباره عن كلمه بتطمنك. صحيح صحيح 100%. أستاذ خالد، حضرتكم من 2017 طبعا لنقول انه هي فتحت بالحلة الجديدة. نعم. حابين نعرف الرؤية المستقبلية لشركة هوك. والله شوف، الرؤية المستقبلية لشركة هوك
ان شاء الله نحن حاليا ماشيين في موضوع انه يكون لها افرع في دول الخليج، اوكي، ويكون المصدر الرئيسي لعدد التصدير هي من دولة الإمارات ومن دبي تحديدا، لسهولة ومرونة ميناء جبل علي في الاستيراد لعدد التصدير. إن شاء الله يعني طموحنا ما نصف صراحة. نتمنى طبعا من هذا البرنامج، من برنامجنا، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح والمراتب إن شاء الله دائما في المركز الأول إن شاء الله. أستاذ خالد، كيفية التواصل مع شركة ووك؟ طبعا جميع أرقام التواصل والموقع الإلكتروني راح يكون موجودين على أسفل الشاشة. في عدة طرق، في عندك الويب سايت، عندك الانستغرام، في طبعا داخلين حاليا من واقب العصر الحالي هو الميديا طبعا والأونلاين، داخلين في كذا، يعني ما هي من خطط الشركة انها تدخل بكذا شيء، بس الحمد لله يعني خدنا خطوات كثير فيها كبيرة وماشيين فيها ان شاء الله. بنحب نشكرك مرة اخرى على تواجدك معنا اليوم في برنامجنا الوطني رواد الاعمال. الى هنا اعزائي المشاهدين، نختم حلقتنا الاسبوعية مع ضيفنا المميز الاستاذ خالد. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي امان الله.